القنوات المفتوحة لمشاهدة مباريات اليوم بين السعودية والمكسيك وتونس وفرنسا، وجدول زمني لكل المباريات، مباراة من بين أهم المباريات في تاريخ المنتخب السعودي، ذلك أنها البوابة المضمونة للعبور إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر. صحيح أن المنتخب السعودي يلعب على أكثر من فرصة، لكن الفرصة الوحيدة الأكيدة بالنسبة له للعبور إلى الدور الثاني تتمثل في الفوز على المكسيك في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. المباراة أيضاً هي مسألة حياة أو موت للجانب المكسيكي، نظراً لأن الفريق الأخضر يطمح للفوز الأول له في المجموعة بعد التعادل مع بولندا والهزيمة من الأرجنتين، الفوز فقط يمنحه أي حظوظ في التأهل. موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 202 هو يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022. ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت قطر والسعودية، 9 بتوقيت مصر. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022؟ تنقل مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط حصرياً على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات بي إن سبورتس MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة. إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر. أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجاناً على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر خلال دور المجموعات. وبالتالي ستذاع مباراة السعودية والمكسيك عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات. ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟ تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.